بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم، الشوط الخامس وهو الشوط الخاص بالإذاعة الإبكار، المحليات الأصايل المملوكة لأبناء القبائل. مسافتنا المعتادة والمقررة في سباق صباحي هذا اليوم هي 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق للجميع. ننطلق بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة. الصدارة والبداية والمقدمة، وأرهني اليروة من قادة المجموعة، راشد بن محمد بن مطر الكيبالي من انطلق بمقدمة هذا الشوط، اندفع بالصدارة منذ البداية. المركز الثاني أرهني الشاهنية لعلي بن محمد مرحمة الشامسي، ومع المركز الثالث القدوم من حفلة للسلطان بن علي بن رشيد الاكتبي شعار دكتور الأصايل، ينطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات التسلل والانطلاق القادم من وحيش بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، من أعلن انطلاقة وحيش مع المركز الرابع. خامس التحديات رهني الوثبة محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي، متابعا لهذا الانطلاق مع هذا التحدي المثير، مع هذا الانطلاق الرائع، ومع المركز السادس. المركز السادس التحديات القادمة أيضا نتابع جميلة، حمد بن يوعان بن حمد الشامسي، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع. مع المركز السابع رهنية مشرفة بدأت تتسلل في هذه اللحظات، عبد الله بن محمد بن يابر من يتابع انطلاقة مشرفة بالشعار اللورد، أيضا ينطلق بهذا التحدي المثير والانطلاق الرائع، ومع المركز الثامن. المركز الثامن التسلل من تقارير محمد بن سهيل اليبهوري الظاهري، متابعا منطلقا مع تقارير، مع المركز الثامن. تاسع التحديات من الجانب الاخر انطلاقة غزوة لرياض بن عبد الله بن سالم القحطاني، ومع المركز العاشر القدوم من الشاهنية لسالم بن محمد بن بجاد بن صالح النابت. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول، جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية، مع المقدمة، مع التحديات المثيرة، مع الانطلاقات الرائعة والتغيير اللي طرى وجه على مقدمة هذا الشوط. وحفلة تنطلق بالمقدمة، تنطلق بالصدارة، حفلة سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، من قدم حفلة أيضا وارتبط بهذا الاسم منذ فترة، شعار الدكتور، ينطلق على مقدمة هذا الشوط. حفلة تحتفل بناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المثير. ولكن أرى الشاهنية علي بن محمد برحمة الشامسي متابعا لهذا الانطلاق، غزوة تتسلل مع المركز الثالث لرياض بن عبد الله بن سالم القحطاني. ولكن أرهني مشرفة تنطلق مع المركز الرابع، تنطلق أيضا بهذا التحدي المثير، عبد الله بن محمد بن يابر من يتابع انطلاقة مشرفة، شعار ارتفع.
ارتبط أيضا بهذه الرياضة ومع سباقات الخيل، من قدم أيضا شيخ زايد رود في سباق دبي العالمي، ينطلق مع مشرفه بهذا الاندفاع المثير. ولكن من الجانب الآخر أرى القدوم، أرى التسلل، نتابع وحيشة لبيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، وصلت مع المركز السادس. أرى القدوم أيضا من الوثبة لمحمد بن عبد الله بن معيض دنيادي، ترقص على أرضية ميدان الوثبة، تندفع أيضا بهذا التحدي المثير مع المركز السادس. سابع التحديات الشاهنية سالم بن محمد بن مجاد بن صالح النابت، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن، نتابع زعفرانه لخالد بن عبد الله بن خميس، من يتابع هذا الانطلاق المثير. ومع المركز التاسع الرباع فهد بن طحنون الهاجري، متابعا لانطلاقة الرباع. مع المركز التاسع عاشر التحديات جميلة حمد بن يوعان بن حمد الشامسي في متابعة وانطلاقة جميلة. مع المركز العاشر هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا التحدي المثير مع هذا الانطلاق الرائع. ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية والمغادرة للوحة 2 كيلومترات الكوكب رباعية على مقدمة هذا الشوط. وأرهني غزوة اللي غزت الصدارة، غزت المقدمة، رياض بن عبد الله بن سالم القحطاني، متابعا لهذا الانطلاق. والوثبة مع المركز الثاني محمد بن عبد الله بن معيض النيادي، وحيش تتسلل في هذه اللحظات بهذا الاندفاع المثير بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. ولكن اللورد قادم ايضا مع مشرفه عبد الله بن محمد بن يابر الحربي، من يتابع انطلاقة مشرفه مع المركز الثالث. ما شاء الله تبارك الله، التحديات مثيرة، الانطلاقات رائعة، والكوكب ثلاثية على مقدمة هذا الشوط، وحيشة على المقدمة. ولكن مشرفة وأرهني الوثبة المثلث الذهبي اللي يحتضن هذه النجوم في اللحظات الأخيرة، في التحديات المثيرة، في الانطلاقات الرائعة. ولكن مشرفة جرت الشوط، اندفعت بالصدارة ولوحة الكيلو المتر الأخير. مشرفة تنطلق بناموس هذا الشوط بدون أي أوامر تذكر عبد الله بن محمد بن يابر. من يتابع هذا الانطلاق المثير والاندفاع الرائع. وحيشة مع المركز الثاني بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، المركز الثالث الوثبة لمحمد بن عبد الله بن معيض النيادي، والقدوم والتسلل من الرباع لفهد بن طحنون الهاجري، المركز الخامس القدوم والتسلل من الشاهنية لسالم بن محمد بن بجاد. ولكن بنعود مع المقدمة. مشرفة باعدت المسافة، رقصت في اللحظات الأخيرة بشعار اللورد، تنطلق بناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، تضيف السيارة الرابعة في الخامسة في رصيدها. سلام دبي، سلام زعبيل، تحية واحترام، تهانينا لعبد الله بن محمد بن يابر. سلوب لد الشبه، سلام، تحية واحترام للورد مع هذا الأداء المثير اللي قدمته. مشرفة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني وحيشة بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. المركز الثالث تصل فيه رتبة لعبد الله بن محمد بن عويضان. المركز الرابع الوثبة لمحمد بن عبد الله بن معيض النيادي. المركز الخامس الشاهنية لحمود بن سالم بن حمود العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. ولكن لنا عودة
مع التوقيت الزمني، وهذه لحظات وصول مشرفة إلى خط النهاية بأداء متميز بعرض استثنائي تقدم في صباح هذا اليوم. تضيف السيارة الخامسة في رصيدها مع هذا التحدي المثير. 9 دقائق 10 ثواني، 5 أجزاء من الثانية. سلام للدشبة، سلام مع الأداء المثير اللي قدمته مشرفة في صباح هذا اليوم. وحيشة تصل مع المركز الثاني، 9 دقائق 12 ثانية، بالوفاء والتمام. وحيشة تهانينا لبيشان بن محمد بن فهيد بن رزق العجمي مع هذا الأداء المثير، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام المركز الثالث تصل في رتبة، تأتي بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 17 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لعبد الله بن محمد بن عويضان العامري، تهانينا للجميع والناموس.